جميع سعيدات الحكومات الإدارية الجامعية. الله يجزيكم بخير العربية والعربات تحكم لحظة بفضاء المدارس. هذه التعاونيه ديال التنسايات اي التعاونيه ايت الامام. وشنو اللي عندكم؟ عندنا اساس ديالها هو اركان الاليمونتير الكسكسو العسل جميع الانواع ديالو الا العسل العادي ما كنديروش ما كاينش عندنا لي برودوي كوزميتيك من لي بوماج لي ماسك لي شامبو الزيوت لي سيروم الحنه المورينغا إذا أنتم كاين متواجدين في كاع المعارض اللي كتكون في المغرب كتكونوا متواجدين فيها إن شاء الله والأثمنة مزيانة في متناول ديال الناس متناول ديال الجميع. يلا الله يجيب التيسير. السلام عليكم. ما كاين ما سخن من اكادير هاد العام. هذه تعاونيه نسويه والمواد الاوليه المواد باش كتشتغل الماكله هادو الاعشاب كاين اعشاب طبيه ديال المنطقه اعشاب طبيه عطريه بحال زعتر بحال يزير نعناع كاين الحاجه ديال البلاد وكاين خروب خروب نديرو خروب عادي يعني غبره غبره واش كاين اللي قاد الخروب واش كاين كي تيجي مثلا في كيك دابا ولا بلاصة الدقيق كيديروا بزاف الخروب ومثلا بحال دابا هذا اللي حمر يعني بحال الكاكاو كيتحن في يدار بلاصة الكاكاو يدار هو في بلاصة الشكلاط باش نشرحوا للناس يعرفوا شنو كاين ان ايه بزيت الكاوكاو لا بزيت الكاوكاو لا كاين اللي كيدار بأركان والكاوكاو كاين اللي كيدار لا كاين أركان المثلى هادو لي برودوي كوزميتيك كاين إذا نتوما متواجدين لا يعني متواجدين في كاع المعارض تتكون على في الربوع ديال المملكه كامله والعائدات كترجع على ديك النسوه ديك العيالات اللي خدامين تبارك الله وهذا من الشيم ديال المراه المغربيه والحداقه ديالها والله يعاونكم السلام عليكم هذا جانب ديال المنتجات ديال العسل هذا كل هذا العسل كله طبيعي كله ديال اعشاب هذا العسل هذه تعاونيه تعاونيه نسويه شحال فيها تقريبا 11 المراه يعني العائدات والمداخل كيستافدوا من هذوك هذاك وانتم متواجدين في المغرب كله دابا فين ما كان شي معرض كتمشيو له تاليوين اقليم تارودانت انا كنعرف تارودانت انا خدمت فيه 11 سنه كنعرف تارودانت اييه وهذا هذا يعني من الخصال الكبيره ديال المراه المغربيه والحداقه ديالها ان ما عاولاش ما متاكلاش جالسه في الدار وما باش تخدم هي كتخدم على راسها وعلى راجلها وعلى وليدات ديالها
وما ما يمكن لنا الا نقولوا نرفعوا القبعه للمراه المغربيه. شكرا. الله يعاونكم يا لاله. شكرا. السلام عليكم. هذه تعاونية أخرى ديال العسل. أنواع مولاي اللي عندكم ديال العسل؟ ديال العسل هو كاين الكاليبتوس، الأعشاب، الزعتر، الدغموس، الليمون، الخروب. هذه تعاونية نسبية ولا رجالية؟ خلطة تقريبا شحال فيها؟ وكاين جوج الكره وثلاثه ديال الاناث. بارك الله. اذا انتم متواجدين اي معارض من المعارض اللي تدار في المغرب؟ كنا الحمد لله عندنا المغرب، عندنا التنوع ديال المجالات والتنوع ديال المناطق، وتتعطينا اللي منتوج هو في جوده عالميه ومنتوج اللي هو طبيعي 100%، ما كاينش شي اضافات، ما كاين حتى شي حاجه، لا حتى ديك المواد اللي كيداوي بها ما كتستعملوهاش حتى تمايا. الحمد لله. حنا عندك امل نشوف. سير سير هاك. هذا المعرض هو في إطار المعرض اللي كتنظمو مدينة أكادير، يعني المنتوجات المجالية. هنا عندكم املو و اركان ديال اللز ديال الكوكاو والميطه. الخماسي. شنو هذا الخماسي؟ اي باش نشرح شنو هو الخماسي، باش كيتكون؟ خمسه ديال هذه تشتغلوا في اطار تعاون، واخا نصور لك هذيك، تشتغلوا في اطار تعاونيه نسويه. شحال نتوما تنسى فيها؟ هو المورد الرزق ديالكم هي هذيك التعاونيه. الحمد لله. كتواجدوا المعارض كل اللي كدار في المغرب كتكونوا متواجدين فيها. ايوا هذه من الشيم ديال المراه المغربيه. المراه اللي ما تتاكلش، اللي كتعول على الدراع ديالها، وما نقولوا نهزوا لكم القبعه، هادشي اللي نقولوا لكم، والله يستر لكم الامور ديالكم ومزيدا من النجاح والتالق ان شاء الله. السلام عليكم. هاد المواد منين مستخلصه لاله؟ من الاعشاب والزيوت. الاعشاب والزيوت ديال الفطائر. الهندية تا هي الهندية. الهندية. هذيك الزريعة ديالها. حقت ليا حاولنا نديرو السوق ديال الزريعة. ديال الأركان والمشتقات ديالو بحال السيروم ديالو، زيت الأظافير، الكريم، الفيغاسول. نفس الشكل نفس اللي داو في البنزية. السيرومات ديال البشرة، الشامبان، الديميلور، زيت الهندية. يعني هذه المستحضرات كلها طبيعيه، ما كاينش فيها مواد اضافه ولا شي حاجه. ايوا هادو هما باش كانوا المغاربه القدام، ها انتم كتحيوا هذا الشيء. وياه اياه اياه اياه. ولا لا خصنا نرفعوا لكم القبعه بعدا. ان المراه المغربيه اللي ما غير متاكلش على شي واحد اخر كتعول على الدراع ديالها. والله تنقول لكم مسيره موفقه ومزيدا من التألق والنجاح إن شاء الله. الله لا لا. مرحبا. السلام عليكم. هذا جانب آخر ديال إنتاج ديال الزعفران.
منطقة التليوين ياك؟ منطقة ديال التليوين الإقليم ديال تارودانت إن شاء الله. كيف داير المحصول هذا العام مولاي؟ شوية شوية. كي دايرة الأثمنة؟ الأثمنة أنت كتشوف بسميتو في المعرض من 30 درهم 35. تبارك الله إيوا مزيان مزيان. هذا واحد الجانب اخر ديال المواد التجميليه اللي هي الاساس ديالها ولا باز ديالها كلها مواد طبيعيه من ارغان ياك وشنو اخر ارغان بوحديتو حكي لي كي ولاو كيستعملوا حتى داك الزيت ديال اكراناي هذا زيت التنشوكي هو هذا هي هذا ديال لي فيك دو بارباري هو هذا كاين هذا غاز دار ويفيرا هذا ديال ويفيرا كاين هذا لي صابون هذا لي دو شير حليب المعز مع ارغان وحنا كاع ما بغينا دوك لي برودوي عالميين لينا فيهم مواد اخرى دابا المغرب هاد المواد المغربيه كلها اباس ديال المواد الطبيعيه كاين هاد لاكريم هادي اللي فيها البوغ كاريتي زبده الشيا مع العقل الفاسي وكاين هادو ارغان اروماتيزي اللي ما كيقدش على ارغان اييه هنا عندنا اروماتيزي هنا بالعود وكاين عندنا بالجاسمه هادي ديال ياسمين ريحتها زوينه وكتمشى بزاف كتعجب العيالات وكيدير الاثمنه غير زوينه اذا الاثمنه كيف ما قالت السيده المسؤوله على هذا الجناح راه في المتناول ديال الناس فيه الارغان هذا فيه الياسمين ياك وهذا فيه صنع دورونج مزيان هادو لي جيل دوش طبيعيين ياك هادي إضافة نوعية الجمال ديال المرأة المغربية بالمواد الطبيعية المواد القديمة اللي يحاولوا مسؤولين على هذه المجالات التطوير ديالها بطرق حديثة من غير إضافات هذا جناح اخر من المواد التجميليه اللي هي مواد طبيعيه بما فيها حتى بان لي حتى الصابون هنايا ديال النيله ديال الزعفران كاين ارغان تواجد هادو ما عرفتش شنو هذه الشريحه واللوز والتمر والقرقع هذه لاش كتصلح مزيانه الجهاز هذا مص منشطه تبارك الله وهذا العسل كله ديال الليمون ولا ديالاش كاين ليمون كاين ثاني التوز السيد الفرنان الموز كي ديال الاثمنه حتى خصنا نقولوا للناس الاثمنه كاين الاثمنه مناسبه تبارك الله وهذا الكسكسو هو داك الخماسي يعني الخماسي مكون بزاف ديال المواد الشعير يمكن درا خمسه ديال المواد هذه تعاونيه كتشتغلوا فيها نسويه ولا مخلطه نسويه ورجاليه لا نسويه بالدرجه الاولى اييه شحال تقريبا ديال الاعضاء اللي فيها العضوات اربعه العضوات واحد العضو فين كاين المقر ديالكم لا في سيدي واعز دائره ولاد بركينا قريب تارودانت تارودانت تبارك الله والمغرب راه قفز قفزه كبيره خصوصا في هذا الشيء ديال التعاونيات لان اصبحت المراه عندها واحد المورد ديال الرزق اللي كتشتغل بيديها وهذا شي حاجه اللي جميله لان المراه ما بقاتش جالسه في الدار ولا كتعاون الوليدات ديالها باش تكسي راسها وتقري الوليدات ديالها وتعاون الزوج ديالها فلا يسعنا الا ان نحيي المراه المغربيه اللي متواجده داخل هذه التعاونيات اشنو هذه المواد اللي عندك هذا الخل ديال التفاح ديال الاقليم ديال ميدلت بالضبط ان شاء الله ولاد عياش عيت عياش عيت عياش تعاونيه وحنا كنتجوا
شاء الله نزيدو بها الخدام وبيو ما فيش حاجه ديال الحمد لله اللي فتح بلونصه ديالو بالقوانين ديالو كنتمنوا ان شاء الله نزيدو القدام هادشي اللي كنتمنوا ان شاء الله. ولا يسعنا الا نرفعوا لك القبعه ونفوا المراه المغربيه لان المراه المغربيه بدات هذه التعاونيه كتشتغلوا فيها شحال تقريبا فيها ديال النساء؟ دابا حنا علينا ورانا ان شاء الله فايتين قربنا ل 40. تبارك الله تبارك الله الاداره كل شيء نسويه المقر في كاينين معنا النساء وكاينين معنا الرجال زعما كاينين اللي هذا وكاينين النساء يعني كل واحد اش كاين هذا هذا سميتو يعني ما فيش شي مواد لا كل شيء طبيعي لا طبيعي التفاحه طبيعي هذا المقر ديالنا تبارك الله هادشي اللي نقول لك لالا الله ييسر لكم ومزيدا من النجاح. شكرا سيدي. وتحيه للمراه المغربيه على على الخدمه ديالها. الله يكرمكم هذول اللي كاينين معايا الافراد ان شاء الله اصدقاء المهم تفاهم الحمد لله كاين. ويه وراء العمل هذا هو العمل الجماعي اصدقاء زوينين الحمد لله وغادي مزيان ان شاء الله العمل الجماعي العمل الجماعي تعطي الاكل ديالو. الله يجزيك بخير شكرا سيدي. وكنشكركم حتى ان شاء الله والله يرحم الوالدين. يا الله مزيدا من التالق لنا. السلام عليكم. جانب اخر هذا ديال اللي فيه العسل فيه املو فيه المواد التجميليه او لي برودوي كوزميتيك لانها كلها طبيعيه ما فيهاش شي حاجه في اضافات ولا كل شيء طبيعي. هذه تعاونيه فين كاينه؟ هاد التعاونيه كاينه في امسكروت وفيها النساء شحال ديال النساء فيها؟ فيها 10 ديال النساء وهذا يعني دائما كما قلت نشد بحراره على ايدي ديال النساء المغربيات اللي بداو ما بغاوش يبقاو عاجزين تيشتغلوا داخل التعاونيات اللي ما تيعود عليهم واحد شويه ديال الفلوس يعاونوا الوليدات ديالهم والاهل ديالهم. ف مزيدا من التالق للمراه المغربيه. السلام عليكم. هذا واحد الجانب اخر في هذا المعرض يعني ديال الانتاجات ولا المنتوجات المجاليه. هذه متخصصين في الاعشاب الطبيعيه والعطريه. اشهد اعشاب لالا عندك هنايا؟ عندي خلطه العشوب ديال اتاي. اه وعندي الربروبه نقولها الكارطوفه. شنو هي الربروبه؟ هي الكارطوفه اللي قالنا الكارطوفه نديرو حنا حاكمه الحمى. وعندي اليازير. وعندي الفيجل. وعندي بيموت. وعندي خلطه ثانيه ديال العشوب ديال المعده وديال المصارم. وعندي كف مريم نقولوا لحنا الكرشه. وعندي المخيزه ديالنا حنا الصحراويه. وعندي العقايه والخروع. هو اللي هو اللي يصوبوا منه زيت الخروع. هذيك كتشتغلوا فيها في اطار شي تعاونيه؟ تعاونيه شحال فيها ديال النساء؟ 40 نساء. المكتب كلشي عيالات. المكتب حنا ما عندنا ما معنا لا المكتب كله نساء. هو هو المصدر الوحيد ديال الدخل. هو المصدر الوحيد. وكيف داير الامور عندكم؟ الحمد لله عندنا منصر. مزيان 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 مزيان. نتمنى لك النجاح لالا والتعاونية ديالكم مزيدا من التالق ان شاء الله والتوسع في المغرب. هذا واحد الجناح اللي خاص عيب المنتوجات ديال نحل العسل جميع الانواع ديال العسل عندك اشنو مال الليمون كاين الليمون كاين اليازير زقوم زقوم وكاين هذا من فين كاينه التعاونيه فين كاينه التعاونيه ستات
التعاونيه نسويه تعاونيه نسويه ولا رجاليه؟ نسويه. شحال فيها تقريبا؟ شحال ديال الاعضاء؟ سلام. شحال عندكم ديال الاعضاء في هذه التعاونيه؟ اعضاء كاين المؤسسين خمسة، النساء ولا رجال؟ خمسة. كي دايره يعني ولات متواجده على الساحه الوطنيه؟ تبارك الله، الله يسر، الله يسر. وهذا راه حقيقه يثلج الصدر، لان التعاونيه يعني ولات مغطيه التراب الوطني وعندها المواد الاوليه وتتعاون لنا، تخدم لنا بداك اللي كانوا كيخدموا بها الجدود ديالنا. ما كاين لا اضافات لا كيماويه لا حتى شي حاجه. ما كاينه التعاون باش يتطور، راه خصهم يبداو يقلبوا على تصدير الاسواق ويغطيو لنا حتى في العالم المنتوجات المغربيه خاصها. خاصنا شي تعاون باش يسوقوا لنا مع لونصا ياك. لونصا و دابا تصابوا ان المنتوجات ديالنا ذات جوده عاليه. وراه بالفعل راه باين واضح، لان ما كايناش اضافات، ما كاين حتى شي حاجه، راه كلشي موجود. فهذيك راه حنا تنعرفوا المنتوجات العالميه، هذاك العواقب ديالها على الصحه، خصوصا داك لا المواد التجميليه ولا حتى الاكل من دوك الاضافات اللي كيدخلوا مو قلت شحال عندك ديال الكميه. وي تبارك الله عليكم ومزيدا من التألق ان شاء الله. السلام عليكم. واحد الجانب اخر ديال هذا المعرض اللي هاد الاعشاب اللي كاينه، اشنو كاين هاد الاعشاب بنتي عافاك هنا؟ كاين زعتر. اه هنا زعتر مطحون، هنا كاينه لويزه، هنا تيميز زلا فليو. فليو اه وي الى غيد احسن كلمه يا غيد الريحان. ريحان ريحان هذا ما تقول حنا صافي الا غير ديفر تجيك اي الكرموس هذه. هادشي كل هادشي كيدار باتاي وهادو هذا نفس الشيء اللي كاين. وهنايا املو املو باللوز. اللوز ارغان كاين هذا غير بوحدو ما مخلطش حتى مطحون بوحديتو. وين كاين هذا واضافات ما كاين لا سكر لا والو مزيان. وكاين هذا مخلط بالزيت صافي. زيت صانغو اللي كتقولوا نتوما صانغو يعني ديال ماشي بلوسي ماشي زيت العود. هاد كتشتغل في اطار تعاونيه؟ لا ولكن مره مره ماشي مثلا بحال المعارض بحال لا المقر ديالكم عندكم تعاونيه. اه شحال فيها ديال النساء حاليا؟ خدامين غير بوحدنا.